لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بؤرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأذم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بوة واسيلة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأذى جنده وذم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا
كارها الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan seluruh para jemaah Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz, tansi-tansi, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dapat berada di masjid untuk menunaikan solat ibadah, solat sunat Aidil Adha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sebelum kita bersama-sama menunaikan solat sunat Aidil Adha, saya ada dua perkara ingin maklumkan, iaitu yang pertama, insya-Allah Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz akan mengadakan program ibadah korban pada besok hari bermula pada pukul 8 pagi. Dijemputlah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada berta lapangan untuk kita bersama-sama bergotong royong menguruskan program korban kita yang akan sebanyak 15 ekor lembu yang akan diuruskan untuk program korban di Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz. Oleh demikian, diminta jugalah kepada para jemaah Al-Quriyah untuk tidak meletakkan kereta di tempat parking di aras satu untuk program, untuk melancarkan program yang akan diadakan pada besok hari, insyaAllah. Jadi suka ingin saya memberikan sedikit peringatan berkenaan dengan solat sunat Aidil Adha, iaitu kafiatnya. InsyaAllah solat sunat Aidil Adha 2 rakaat. Selepas solat sunat, kita akan mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Niat salli sunat Aidil Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Takbir sebanyak 7 kali diselang-selikan dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudiannya imam akan membaca surah Fatihah dan surah. Kemudian rakaat kedua selepas takbir intiqalat, kita akan bertakbir sebanyak 5 kali, juga diselang-selikan dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam akan baca surah dan seperti biasa. Jadi insyaAllah saya mewakili pihak masjid mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh
Korea dan juga tuan-tuan dan puan-puan dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Mudah-mudahan program mudah-mudahan Hari Raya Aidiladha ini dapat dimanfaatkan dengan ibadah yang ikhlas dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu jami'ah Assalatu adilaha rahimakumullah. Sawu istaqimu sawu sufufakum faina tasatu sufuf min tamam salah. Luruskan saf, rapatkan saf. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin muslimat dirahmati Allah. Telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa berkata-kata apabila hati dan berkhutbah, walau sedang ia menyuruh rakannya supaya berhenti bercakap, hari ini adalah hari besar lagi mulia. Allah Ta'ala menghalalkan kita makan dan mengharamkan kita berpuasa. Dari itu, jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama dengar, diam dengan taat. Mudah-mudahan dengan kita mendengar khutbah yang akan sampaikan sebentar lagi, kita semua akan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي أكرمنا بنعمته الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan kepada diri saya dan muslimin dan muslimat yang hadir di pagi Aidil Adha yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia hinggalah ke hari akhirat.
di pagi Idul Adha ini, khatib mengajak muslimin dan muslimat sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk inilah korbanku, terimalah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini hari ke-10 Zulhijjah, umat Islam yang sedang menunaikan haji di Mekah sedang menyempurnakan manasik haji sebagai rukun Islam yang kelima. Umat Islam yang berada di tanah air Malaysia pula, selepas menunaikan solat sunat Idul Adha dan ingin menunaikan ibadah korban, maka sebentar lagi sama-sama akan menyembelih binatang korban. Ibadah ini dilakukan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah dan ganjaran pahala yang besar. Dari Zaid bin Arqam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah korban. Bahwasanya ia, iaitu binatang yang dikorbankan itu, datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan bahwasanya darah korban itu mendapat tempat yang mulia di sisi Allah sebelum darah itu tumpah ke bumi. Oleh itu, hendaklah kamu berkorban dengan hati yang ikhlas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia sekalian, menyembelih binatang korban adalah merupakan ibadah yang sangat besar ganjaran pahalanya. Ibadah korban merupakan syiar Islam dan lambang pengorbanan besar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyatakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbelah bagi dan ketaatan yang tiada bandingannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kerelaan sepenuh hatinya sanggup menerima perintah menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam demi menjunjung dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya Nabi Ismail juga dengan penuh rela hati tanpa membantah sedikit pun permintaan bapanya yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan kedua-dua anak beranak itu jelas dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-Nya supaya melaksanakan ibadah korban pada setiap tahun. Allah telah mensyariatkan ibadah korban sebagai suatu amalan sunat yang sangat dituntut untuk mencapai ketakwaan dan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam sebagai bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta dunia, harta, anak dan kepentingan diri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين مفهومnya daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira, yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Sesungguhnya seluruh kehidupan memerlukan pengorbanan. Seorang bapa wajib berkorban tenaga, masa dan wang ringgit untuk membesarkan anak-anak, menyediakan makan dan minum mereka, memberikan pakaian, menjaga kesihatan dan keselamatan mereka, mendidik dan membimbing mereka untuk menjadi manusia supaya baik di dunia dan cemerlang di akhirat. Seorang pemimpin sama ada dalam keluarga, masyarakat, di peringkat negeri mahupun negara wajib mengorbankan fikiran, tenaga dan masa, bahkan wang ringgit untuk mengurus, mentadbir dan mengatur segala bentuk tugasan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat sekalian, pengorbanan merupakan tuntutan dalam kehidupan. Tanpa pengorbanan, maka kelangsungan hidup tidak akan dapat dinikmati dengan sempurna. Sedangkan nikmat itu adalah kurnia pemberian Allah kepada hambanya yang sanggup berusaha dengan gigih dan sanggup berkorban dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu adalah pengajaran dan ibrah yang dapat dihayati melalui ibadah korban yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sesungguhnya ibadah korban itu bukan hanya sekadar menikmati daging-daging korban yang diagih-agihkan. Pengagihan daging itu diharap dapat menyuburkan lagi tali persaudaraan sesama umat Islam. Nilai korban itu terletak pada pengorbanan suci, lambang ibadah yang tinggi dan ketundukan sepenuh-penuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa inilah korbanku, inilah kesucian ibadahku, inilah kebersihan dan ketulusan hatiku yang kuserahkan untukmu ya Allah, maka terimalah. Allahumma inna hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Mafhumnya, ya Allah, sesungguhnya inilah ibadah korbanku dari ni'mat kurniaanmu. Kepadamu sahajalah kuserahkan, maka terimalah ibadahku ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia sekalian, mengakhiri khutbah Adil Adha di pagi yang mulia ini, ambillah beberapa pengajaran dan panduan seperti berikut. Yang pertama, umat Islam wajib mempercayai dan meyakini bahawa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bukti keimanan. Umat Islam mestilah ikhlas dalam melakukan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menjaga dan merapatkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam di samping bekerjasama tolong menolong, redha meredai dan mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dirinya sendiri. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berkorban untuk mendapat kemenangan serta kejayaan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah
sebagai bersyukur akan penguniannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang tunduk taat. Surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين 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 يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب ما يقول ونستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم أستغفر الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلمين يا مسلمات يعني يمليكن الله سبحانه وتعالى سكرين mulai subuh 9 Zulhijjah pada hari semalam umat Islam disunatkan memperbanyakkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terutama pada setiap kali selepas solat fardu atau sunat di sepanjang hari-hari tasyrik yang berakhir selepas solat fardu asar hari ke-13 Zulhijjah. Di samping itu kita hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sebagai tanda kasih sayang kita kepada baginda yang berjasa besar menyampaikan risalah Islam dengan pelbagai pengorbanan dan jihad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتعنة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية
وبحفظ وقايتك الصمدانيه ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين ادريس شاه الحاج ابني المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم ادم العون والهدايه والتوفيق والصحه والسلامه منك لولي عهدي سلانغور انكو امير شاه ابن السلطان شرف الدين ادريس شاه الحاج في امن وصلاح وعافيه بمنك وكرامك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد من العائد والفائز وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات